في الطريق إلى مفاعل تشيرنوبل النووي جسور مدمرة بدلت بأخرى عسكرية مؤقتة. مدينة أشباح ومناطق محظورة، هذه القرى انعدمت فيها الحياة في مساحة قطرها 30 كيلو متراً عام 1986. أهلا بكم في الثمانينيات، حيث توقفت الحياة هنا في تشيرنوبل منذ 36 عاماً وبعد أسابيع من خروج القوات الروسية. هذه بعض آثار المعارك التي رافقت سيطرة القوات الروسية على المنشأة النووية، لكنهم عادوا وانسحبوا منها في 31 من مارس بعد حفر الخنادق وزرع الألغام. المفاجأة كانت بوجود عدد قليل من الجنود حول المنشأة الذين حذرونا من الاقتراب من عدة نقاط بسبب الإشعاعات والألغام. وزير الداخلية الأوكراني كان حاضرا خلال الاحتفال بالذكرى 36 للكارثة، ورد على سؤالنا حول الإجراءات الأمنية التي اتخذوها لحماية الموقع. الوكالة الدولية للطاقة النووية نقلت عددا من الأجهزة ذات الأهمية الحيوية، وأجرى فريقها ومدير الوكالة تقييمات لنسبة الإشعاعات بعد سيطرة القوات الروسية عليها. تشيرنوبل من أخطر الأماكن وأكثرها إشعاعاً في العالم. حصول اشتباكات ما بين القوات الأوكرانية والروسية في هذه المنطقة كان سيولد كارثة. القوات الروسية خرجت الآن من تشيرنوبل، لكن القوات الأوكرانية تعمل حالياً على تعزيز دفاعاتها الجوية بأنظمة ضد الطائرات والدرونز، إضافة إلى وضعها حواجز ضد الدبابات. رولا الخطيب، العربية، تشيرنوبل، أوكرانيا.